السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا بالف صحه وعافيه وتكون اموركم كلها مزيانه يا رب كي قيلتو كي داز نهاركم ايوا ان شاء الله تكونوا بخير اليوم اقترحت عليكم هاد اللاطا هادي طاوة ديال الحوت اللي كتجي صراحة تزوينا في الفران المذاق رائع كنتمنى انكم تجربوها وانها تعجبكم ما تنساوش تشاركوا في القناه ودعموني باللايك وبالبارطاج مع الاهل والاحباب والاصدقاء وشكرا جزيلا لكم على المتابعه وعلى التعليقات بالنسبه للمقادير اللي انا احتاجيتها عندي هنايا واحد جوج حتات ديال جوج ديال الموستيل من بعد ما نقيتهم وحيت لهم داك الجناب ديالهم بحال هكا بالمقاص ونقيتهم مزيان حيت لهم بشور كلشي شيء وعندي كذلك عندي هنايا واحد سته ديال البطيطات صغيورين واحد ربعه ديال المطيشات اذا واحد الفلفله خضراء وفلفله حمراء وحمضة هاد البطاطا هادي راني سلقتها نص سلقه ما كنسلقهاش كلها حتى مزيان غير نص سلقه كيدخل ليها الطياب وكنحيدها عندي هنا قزبر معدنوس واحد الكميه اللي وفيره عندي زيت الزيتون اللي بيدير زيت نباتيه بطبيعه الحال يديرها عندي الحامضه واحد الحامضه اللي هي العصير ديال الحامضه الا كان ما فيهش الماء ديروا جوج حامضات الا كانت فيه عامره الماء ديروا غير حامضه العصير ديالها ورق سيدنا موسى والثومه بالنسبه للتوابل اللي انا هنايا درت فدرت التحميره الفلفل الاحمر الحلو والملحه والكمون صافي هذا الشيء اللي كندير انا عندي هنايا واحد تقريبا جوج معالق ديال التحميره ومعلقه صغيره عامره مزيان ديال الكمون جمع كبار ديال التحميره اذا هذه المقادير اللي احتاجيتها اذا بالنسبه للطريقه ديال التحضير ديال هذا الحوت هذا كنقاد دابا في الاول غادي نقاد شرميلة ديال الحوت كناخذ هذوك الفصوص ديال الثومه اللي من بعد ما قشرتهم كنحكم هكا في الحكه الرقيقة آه، اللي بيدير هذا الشيء هذا في المعراز يمكن له يديروا على الطريقه القديمه المغربيه كديروا الربيع والثومه و... وكتبقاو كدكوهم بالمعراز ولكن هكا اسهل وكتجي لذيذه جدا اذا كنشد ديك الثومه اللي عندي تقريبا عندي هنا واحد 6 ديال الفصوص ديال الثومه كنحكم ودائما غادي ديرو التشرميله الشرموله ديال الحوت على حسب شحال دايرين الا درتو حوته وحده راه غادي تقللو درتو جوج حوتات فغادي هاد الكميه هادي دا دائما المقادير على حسب عدد الافراد والاشخاص اللي عندكم في المنزل اذا درت ديك الثومه وضفت عليها داك العصير ديال الحامضه كانت عندي الحامضه مزيان عصير ديال الحامضه كامله ودرت كميه وفيره ديال القزبر والمعدنوس ثم ضفت لهم الملحه وضفت الكمون الملح دائما على حسب الذوق ديال كل واحد كما قلت لكم انا درت واحد المعلقه صغيره ديال الكمون عامره وشي جوج معالق ديال التحميره اذا كما تلاحظون هنا انا ما استخدمش الخرقوم كندير كنبغيها تجيني هكا أه وبقيت كنخلطهم هكا مزيان حتى نش... نساجموا ليا جميعا فقط بالحامض انا هنايا راه ما دايراش نهائيا الماء فقط هنايا دايره غير الحامض باش كنشرمل به داك الحوت كما كتعرفوا الحامض كيجي زوين بزاف مع الحوت وكيعطي واحد النكهه اللي رائعه كناخذ هذاك الحوت ديالي ديال الموستيل كنفلحو هكا باش تدخل فيه ديك التشرميله كما يمكن لكم ديروا هاد التشرميله هذه انا اللي درت في اي حوت تواجد عندكم اي حوت كبير هكا بيتدخلوا الفران ديروه في اي نوع غير انا كيعجبني صراحه هذا الموستر كيجي رطيب والحول الهبره ديال كتجي دي لذيذه بزاف وغادي نبقى دابا كناخذ بحوته بحوته وغادي نبقى كنشرملهم مزيان كندخل هذيك التشرميله فهذوك الفليحات اللي انا فلحتهم هكذا مزيان كيف ما كتشوفوا وكندير في الوسط ديال الكريشه ديالو اللي فرغتها صافي بحال هكا كنبدا كندخل تشرمي مزيان حتى كنشرملهم بحال هذا الشكل هذا صافي كنشرمل الحوت ديالي مزيان هكا ونديرو جانبا كيف ما كتلاحظوا اذا دائما كما قلت الكميه اللي كتحبوها نتوما واللي على حسب اي اسره وعلى حسب المستطاع كذلك وعلى حسب عدد الافراد اذا كما قلت لكم الحاجه الثانيه هاد التشرميله يمكن لكم ديروها في اي حوت اللي غادي يدخل في فغادي تجيكم رائعه ورائعه جدا اذا هنايا شرملت هاد الحوت ديالي هكذا مزيان درت ليه ديك التشرميله كما كتشوفوا دوك الفليحات باش كيجي كي لذيذ وبنين وخليت حفظت احتفظت بهذا الشيء هذا اللي بقى ليا هنايا خليته غادي تشوفوني اش غادي ندير به من بعد دابا غادي ناخذ زيت الزيتون اذا هذا الشيء اللي غادي نحتفظ فيه فانا زدت فيه زيت الزيتون تقريبا عندي هنايا كاس مع كاس لاروب ديال زيت الزيتون اللي با يدير الزيت النباتيه يدير الزيت النباتيه فهو اختياري جدا وغادي نضيف كذلك الماء اذا انا هاد التشرميله هذه هي اللي غادي يطيب فيها داك الحوت وديك الخضره وداك الشيء كله في اللاطه كنحركهم مزيان باش كينسجموا ليا وضفت ليهم واحد شويه ديال الماء كيف ما كما غادي تشوفوا حركتهم وحطفت فيهم اذا عندي واحد الزليفه لي هي صغيره هذه ديال الماء تقريبا عندي واحد الكاس ديال العنبة ما عامر شاي اللي درت كاس ديال العنبه ديال الماء فهو كافي جدا باش غادي يطيب فيه كله غادي تكون عندنا لاصوص ديالنا اللي صراحه زوينه هذا الحوت كيجي كي رائع في الفرن كيعجبني الحوت اذا غادي ناخد اللاطه ديالي اللي غادي ندخل الفران كنا ناخد المطيشة هاد المطيشات اللي كتشوفو أنا راه عندي صغيورين الحجم ديالهم فهو صغيور إلا كانوا عندكم كبار فعينكم ميزانكم تقدروا ديرو جوج كبارين إذا بقيت كن نقطعهم على شكل دوائر وحيت ليهم هاديك الزريعة كنقطع هكا وكنعصر من الزريعة هكا وكنبقى كنستمر كنحاول نديرهم في ال# التحت ديال باش تجي مطيشة تحت ديال الحوتة وما تقسلناش الحوطه في الطياب يعني ما تحرق ما حتى شي حاجه لان مطيشه غادي تطلق لينا داك الماء ديالها اللي غادي يطيب فيه داك الشيء اذا ها هي مطيشه اللي عندي اذا دابا ستفت فوق منها الحوت هذا الشكل هذا ودابا غادي ناخذ البطاطا ديالي كيف ما قلت لكم ما تسلق بزاف غير كيدخلها كي الطياب بحال هكا وصافي لان غادي ندخلوها للفرن وغادي تكمل النضج ديالها كنبقى كنقطعها حتى هي على شكل دوائر هاد البطيطه حتى هما اللي كتشوفوني درت راه صغيورين الا كان كبير غادي تقللو دائما على حسب اللي بغيتو بغيتو تقللو الخضره اولا تكثروها صافي وكنحاول كندير البطاطا كنستفها في الجناب وكنديرها حتى تحت هذاك الحوت بحال هكا فوق مطيشه وصافي كنستفها مزيان هكا كنقدها من بعد كنشد هذيك الفليفله ديالي كنقطعها على شكل اللي هو دوائر بحال هكذا وكنعاود نقطع ديك الفلفله الحمراء الا تواجدات بطبيعه الحال ما تواجدات شايفه الفلفله الخضراء فهي كافيه كذلك الا تواجد عندكم تا هو خيزو سلقوه واحد نص سلقه تا هو ديروه على شكل دوائر غادي يجي مزيان الخضر نتوما اللي حبيتو صافي وبديت هكا كان كنقطع هذيك الفليفله ديالي ومن بعد هنا بان لي بانني خصني واحد مطيشه لان مطيشه كما قلت لكم فهي صغيره خديت وحيده وقطعتها هكا على شكل دوائر درتها حدا البطاطا بحال هكا دوائر من بعد ما كنزع عليها الزريعه ديالها دن خديت هذيك الحامضه وقطعت بحال هكا يمكن ديروها فوق الحوت اولا ديروها في الجناب اللي حبيتو كيبدا بحال هذا الشكل هذا على شكل دوائر الحمض كيجي زوين 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 بزاف مع الحوت <applause> اذا وخديت هذيك الصلصه ديالي اللي قديت اللي شتوني في الاول قديتها كنعاود كنصبها كنكبها فوق هذاك الحوت وكنكبها فوق هذيك الخضيره كامله اذا هنايا كنصبها كلها فوق منها باش كتغمر ليا اذا هذا الشيء هو اللي غادي يطيب فيه داك الشيء كله غادي نزيد حتى حتى شي نقطه نهائيا ديال الماء وكنوضع الورقه ديال سيدنا موسى عندي تقريبا هنايا واحد اه ثلاثه ديال الوريقات ديال اربعه صغيورين الا كانوا كبار ديروا جوج فهي كافي صافي وكندخلها للفران أه حتى كطيب ليا كنشعل عليها لتحت والفوق ولكن كنوضعها في الفران في داك الرف الاولاني ديال الفران يعني في, في كتكون الطواف الاول باش ما كتحرق ليش من الفوق وتبقى ليا من التحت اذا كنحطها لتحت وكنشعل ليها فوق لتحت بطبيعه الحال نحضيها لا تمشي تحرق ولا شي حاجه أه كطيب هي هادي كنخليها في الفران حتى تتبان ليا طابت واذا كيف ما كتشوفوا هذا هو الرف التحتاني الـ ديال الفران الاول اذا في الاول اذا لاطه ديالي من بعد ما طابت ليا ديال الحوت هي هادي كتجي لذيذه جدا أتمنى <applause> واش هي كنتمنى انكم تجربوها أنكم تجربوا الوصفات ديالي وتكتبوا لي التعاليق الزبيونه ديالكم اللي آه مره يشاهد القناه ما في القناه وتدعموني باللايك وبالبارطاج مع الاهل والاحباب والاصدقاء ومرحبا بكم في يوميات ليله مراكش ومرحبا بكم آه في وصفه جديده ان شاء الله وكنتمنى ان هاد الطاوه ديال الحوت تعجبكم وتنال الرضا ديالكم ومع السلامه الى وصفه اخرى